لو جمعوا كل الزهر من كل جنس ولون وركبوا منه عطر أحلى عطر بالكون. لو جمعوا كل الزهر من كل جنس ولون وركبوا منه عطر أحلى عطر بالكون رح إلهن أحلى عطر من كل شي قدامي. هبت نسيم العصر بياسمين نشامي رح إلهن أحلى عطر من كل شي قدامي. هبت نسيم العصر بياسمين نشامي وقف يا ابن الناس واركع بمحرابة واحني لعز الراس صلي عترابة. من شهداء أيار ومرجحة الأحرار والشام هي الدار الما بتنسى أصحابها. من يوسف العظمة لحد هذا اليوم شو استشهد أبطال لا يحموا أبوابا. شهداء أيار ومرجحة الأحرار والشام هي الدار ما بتنسى أصحابها. يوسف العظمة لحد هذا اليوم تشهد أبطال لا يحموا أبوابا. وبيوت أهل الشام بيوت الكرم والعز ومهما إجت أيام بتضل هي الشام. وبيوت أهل الشام بيوت الكرم والعز ومهما اجت ايام بتضل هي الشام. قوي ما بتنهز عزيزي ما بتنضام. قوي ما بتنهز عزيزي ما بتنضام. خير لاصحابها وبلسم لحبابها والشام بتبقى على طول بلسم لحبابا. خير لاصحابا وبلسم لحبابا والشام بتبقى على طول بلسم لحبابا. خير لاصحابا وبلسم لحبابا والشام بتبقى على طول بلسم لحبابا. وين سرحانة؟ بهالدنيا. شو اللي مضايقك؟ تعرف لو الله طعمنا ولد تاني ما كنت قعدت هالقعدة ولا قلتيها لحالك يا وصال. هذا أمر الله وما في عليه اعتراض. شو اللي مضايقك؟ قدي صلى البنت تجوزي لحد هلأ ما قدرت اتعود انها بعيدة عني. كلها فشختين بيت ماجد وبيت ام ماجد. بعدين تيسير جمعان سكن بالحاره الثانيه وضروري نروح نبارك له. بنروح بس هذا كله ما بيعوضني عنه. الله يوفقها ويسعدها.
في شيء؟ ولادة من الورد كسبوا التمييز، وأكيد بكرة بيطلعهن عوني حمدوش، يعني المشاكل اللي ارتحنا منها رح ترجع من جديد. يا مصيبتي، قولوا حلوان التمييز وقولوا عقبال الإفراج. إن شاء الله عقبال الإفراج. ادعوا لنزير بيك بالإفراج. الإفراج إن شاء الله. تفضل. إن شاء الله عقبال الإفراج. وانت يا ابو جملو بكره بيطلع نزير بيك وبيضل وشي بوشك. الله عليك. هاي شاب على. وانتو كمان تفضلوا تحلوا. بس نطلع كل اغراضنا بتضل لك. انت الكريم ونحن المحاسيب نزير بيك. مدام محاميك عوني حمدوش يومين بس وبعدها بتنعاد المحاكمه وبتفارقنا. بدي افقد لك كثير، بدي افقد لك كثير. بحط هالرقبة وراك انت وجميل قصة. ليكون بدك تصرفه ولا مرجع؟ لا شو صرفه؟ شو انا بلوع التصريف؟ سلام سيد المقدم. اهلين حضرة رئيس اول فارس، شلونك؟ الله يسلمكم سيدي. شو جاي على الشعب الثالثة؟ بالضبط سيدي، على هيئة الريد. شو قال ما مدك انتم بحارتنا وما شرفتونا بزيارة؟ كنا معزومين على السهرة عند جارك ماجد الأناديلي. ماجد الأناديلي؟ ما بعرفه بس كأني سمعان بهالاسم. لازم تعرفه، هو بيكتب مقالات سياسية بالجرايد. ايوه فعلا فعلا، هو سكن جديد بحارتنا. أخذوا طابقين، طابق له وطابق لأمه. اتعرف عليه رئيس أول فارس. هو ابن الشهيد منير الأناديلي، بيعجبك كتير، مثقف، جدي وجدع كمان. بهمتكم سيدي، بيشرفني تعرف عليه. أهلين. احترامي. مري يا خانم. انت صاحب المحل؟ لا انا ابن اخوه وشريكه. مري شو طلبك؟ بدي اتفرج معلش. تفضلي محل محلك. شكرا. اهلا وسهلا. عيدي يا خانم. هذه بالك ما بعرف بشو عم بفكر. فداء، هاي مشكلة إذا بدك تطلعي على اللي بفكري، يعني بكفي اللي بقلبي. ليش اللي بفكرك غير اللي بقلبك؟ هاي صار بدها شرح. اشرح من بعيد، أمك عم تستنانا، مشان هيك أجل لي شرح المفصل لبعدين. إيه؟ تصطف لي. حبيبي، أنت سمعت عن واحد حبة واحد قبل ما تشوفه غير أنا؟ ليش في مثل فداء بالدنيا كلها؟ في مثل حبه وجماله وذكاءه. ماما سهام سكري لي هالشباك وارخي الجلايه. لسه ما دخلنا بالشتاء، كلياتها بأول تشرين. ماما مو مشان البرد،
مشان ما ننكشف قدام الجيران. اي ما في غير هذا الضابط بوشنا، سبحان الذي خلقه، بيضل قالب خلقته وشايف حاله. مساء الخير. اهلا فداء. مساء الخير امي. مساء النور ماما. كيفكم؟ مرحبا يا مو. اهلين سهلين. طمني استاذ، خلصت المقاله؟ طبعا. عن ايش؟ عن الوسارة والكوليرا. الكوليرا؟ انت ما سمعتي انه الوباء منتشر بمصر والخوف انه يوصلنا لهون؟ لا، ودولته مستلم الرئاسة والداخلية والخارجية والصحة. واخوك قال له بالعنوان الكوليرا قادمة يا دولة الرئيس. وهيك بيطلعوا بيلاقوا الشقة جاهزة من مجاميعه. بيكونوا طلعوا من الحبس ومن الحارة فرد مرة. أبوك اشتراكم شقة محرزة. عبدو كرمالي، كرمالي يا أبو سامي، لا يأس قلبك عليهم. والله إن استهدوا بالرحمن وانداروا لشغلهم حطهم بعيني، أما إذا بدهم يرجعوا للجرائم أنا اللي بدي وقف وشهم. يعني أكيد بكرة رح يطلعوهم. سمعتي الحكم بإذنك ومدته أقل من المدة اللي انحبسوا فيها. خلاص طمني، بكرة بيطلعوا. يلا خلينا نمشي. شو عم تقرا مقالتك؟ اهلين عمي، تفضل. عم بقرا مقالة نصوح بابيل. ايه سيدي، انا جاي خبرك بشغلي. حتى اذا ولاد ابو الورد دريت رح يطلعوا بكره احسن لي. قلبي قامطني من يوم ما كسبوا التمييز يا ماجد. مهما طولوا كان رح يطلعوا، بس انا ماني خايف منهم. عظيم. كان المفروض اليوم نزور تيسير جمعان، بس اعتذروا الجماعة وقال هن بكرة رح يزورونا. تيسير جمعان من رفقات الوطة يا ماجد. سمعان في كان مؤسس معنا ورفيقنا بالنضال. تعوا بكرة سهروا عنا. يلا يا رب. الحمد لله رب العالمين. يا رب الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. من امبارح أخذوا هشام مرجان وبعدين أخذوا جميل ولهلأ ما بينوا. لك أخي يكونوا نقلونا على شيء أوش تاني. لا فيا إنا على كل إن إحنا بنترك الأغراض والكراكيب هون. الرجع إن شاء الله رجعهم بياخدون، وإن ما رجع هاي الشباب بياخدون. ماشي يلا إن شاء الله ما بقى نشوف شكون. السلام يا شباب. عبالك يا محمد. السلام عليكم. السلام. الله معكم. السلام. الله معكم سيدي. الله معكم. السلام. بيعرف انه نحن هون. عبدو وعايد هلا مشوا. افتح لشوف. انت؟ تفضل فوت. يا نزير تعال شوف لي هالشوفه. تعال. انت؟ والله لا كان جاب الغلا. بعلمي انك بالحبس وما بتطلع بالشهور. فوت فوت. لا ولابس طقم وجرافي. احكي لي شو ملعوبك لك مرجان؟ سيد نزير، هشام مرجان اللي قدامك غير هشام اللي كان بالحبس. بدك تحكي لي مين انت وشلون طلعت وشو عرفك ببيتنا؟ احكي. بتظن في شي بنخاف على تحري من الشعب الثانية من الاستخبارات؟ استخبارات؟ الشعب الثانية؟ معلوم. وهلأ جاي أخذك معي لهنيك
يا نزير أبو الورد. هلا ما بدك تفهمني شو القصة؟ بالبيت ما رضيت تحكي قدام أخي بشير، وبالطريق ما رضيت تحكي قدام الشوفير. وون هون الكلام مو إلي، أنا مأمور. هشام مرجان، يا بتفهمني شو القصة، يا أما بحمل حالي وبمشي. ها عود ولا تكون كتير غلبة. ما قلت بدك وظيفة؟ ما وعدتك بوظيفة؟ وظيفة هون الشعب الثاني؟ ايه هون بالشعب الثاني. احترامي حضرة الرئيس. اهلين رقيب هشام. رقيب؟ سيدي هذا هو نزير أبو الورد اللي حكيت لكم عنه، تأمروا شي تاني؟ خليك قريب يا هشام. حاضر سيدي. تفضل اقعد يا سيد نزير. معلوماتنا بتقول انك ذكي جدا، كيف قدروا يوعوك؟ مين هن حضرة الرئيس؟ الملازم احسان والمرشد اللي تعاون معه. هذا اللي صار. الرقيب هشام مرجان لفت نظرنا اليك. الوضع السياسي بيتطلب انه يكون عندنا عناصر ذكية ونشيطة ومخلصة لعملها وعندها مهارات مناسبة، لأنه الفترة اللي مقبلين عليها حساسة كتير. وأنا شو المطلوب مني؟ أنا بدي أعرض عليك وظيفة براتب كويس. بس أنا مستور وماني بحاجة. أنا عندي معلومات عن كل شي بتملكه، وإذا رغبان فيك لك عنا وظيفة، وإذا مانك رغبان ما حدا بيضغط عليك. إذا سألتك سؤال بتجاوبني بصراحة حضرة الرئيس؟ طبعاً. هلأ أنا شو مصلحتي بهيك وظيفة؟ يا نزير أبو الورد، أنت ما عاد إلك جذور بالحارة ولا بالسوق، وحتى صهرك عبده الزيات تخلى عنك، ووظيفتك بالإعاشة طارت، فإلك كل المصلحة أنه تتوظف عنك. بس أنا إلي أعداء وما بنسى تاني. بس لما بيشوفوك بمركزك الجديد عنا رح يتمنوا إنه ما يكونوا أعداءك. والدار؟ بدك تسأل حالك وظيفتك بالإعاشة تأخذ لك تارة؟ لا، على كل حال بدك تعطيني فرصة جمعتين لديرة بعقلي. يسلموا ايدين. ما قلت لي ايمتى بدنا نعزم اخواتي؟ سمعتي باذنك عم بقول له بنتغدى بكره سوا. بشير قال لا خليها للعشاء بدنا ننام. نزير قال له خليها لبعد كم يوم حتى نقالش. شو يعني ما بدنا نعزمهم عبده؟ لا بنعزمهم. بس وينك عايدة؟ انا مدير بالاعاشه وشفتي بعينك كيف حتى رئيس الوزاره شكرني على جهودي بالانتخابات، واجا لنص بيتنا اثنين من الوزراء ليشكروني ويشكروا اهل الحاره. كل هالشي بعرفه. المعنى؟ المعنى انا ما بقدر اسوي صفحتي ولا بسمح ابدا ينذكر اسمي لا بجريمه ولا تار ولا شيء من هاد. واذا اخواتك بدهم يعملوا شيء بالحاره انا ما راح اسكت. هاي الحاره حارتي وانا مسؤول عنها. خليهم يفهموا هالشي احسن لهم. شو نوع الكتاب اللي بدك اياه؟ بدي السيرة النبوية الشريفة.
في عندي السيرة الحلبية، في جزء مجلد جزئين عم يتجلدوا، بتاخده؟ معلوم باخده، ولبين ما خلصوا بيكونوا الجزئين اجوا من التجليد. خد لكان. وبهامشها كمان في سيرة تانية لمفتي الشافعية بمكة المكرمة، أحمد زيني دحلان. الله الله يا ماجد، قلي لشوف. قديه بدك تحسب لي إياها؟ يا عيب الشوم عليك. مو عيب عليك؟ شايف هاي المكتبة؟ هاي كلها تحت أمرك، أنت بتحمل وبتمشي. الله يخلي لي إياك يا ماجد. لا إذا هيك لك أنا بستعير، بقرا وبرجع. المكتبة وصاحبة تحت أمرك. شلونها منيرة؟ بتبوس إيدك، وعم تسألني أنت بدك تشوف ابن عمها منير؟ الله كريم. السلام عليكم. وعليكم أهلاً. السلام ورحمة الله. أهلا إحسان. كيفك ماجد؟ أهلين. كيفك عماده؟ أهلا بحضرة الملازم أول إحسان. بتوصيني شي أخي؟ سلامتك حبيب قلبي. مرقوا لعنا المسا، اشتقنا لكم. إن شاء الله، سلام. تفضل شرف. قبل ما أقعد سيك. شو هاي؟ رخصة سلاح؟ معلوم، انت لازم لك رخصة سلاح يا ماجد، وهي سلاح كمان. طيب ليش يا احسن؟ انت عم تسأل ليش يا ماجد؟ احتياط، تعرف نزير ابو الورد وحقده، مو هيك؟ بعرفه، يسلموا ايديك، فكرت عني وسبقتني. وين استاذ؟ يدك على حقه، شو مفكرني جايبه من بيت ابي؟ كنت ظنك من اللي بيقدمه بلا ثمن. شو امرته ما جد هيك؟ ايش مفكرني مليان مصاري وراس مالي مثل بعض الجماعات؟ لا تاخذني لو فكين، قبضني يلا، يدك على المصاري. صار اسمك ينزل بالجرايد يا ماجد الكلب. لا تاخذ نشرب صفحه الحوادث غير مني. لا ما بدك تحكي وتريحني وتقلي شو كان بده منك هذا الأزعر هشام مرجان؟ شوفت عينك أخدني على الشعب الثاني. أخي لا تجنني، احكي كلام بفهم، شو قصته؟ وين رحتوا؟ يا أخي هذا هشام طلع بيشتغل مع جماعة التعاون. يعني مع جماعة فيصل العسلي؟ يا لطيف، وشو بده منك أخي؟ لك أخي مشان الله بعدني عن السياسة، ما سمعت شو قالوا عنه بالانتخابات؟ هاها مشان هيك انا ما حبيت وقف بوشه وكمان ما سايرته، يعني بدنا نتقي شره. ايه ها بري عليك، ولك هيك بدي اياك اخي. ولك يا اخي بكفي بقى، حاجه صار لازم نركض. افتح اكيد افتك عايدة. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ها اهلين عايدة. صباح الخير. اهلين صباح النور. شو هالكسل؟ شو هالكسل لك اخي؟ اهلا وسهلا، هاتي 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 حضر خالو. تع تع تع. اللهم صلي على النبي. طيبه طيب بيت ابو الورد. طيب بيت الزيات وحياة عينك، ابن ابوه الخالق الناطق. شو يا نزير؟ شايف سيرة عبده ما بقى تعجبك؟ شوفي اختي، انتي على عيني وراسي، رقبتي فداكي وروحي بترقص لي، وعبده صهري. الله يسعدكم ويفرحكم، بس هو من طريق وأنا من طريق. دريت إنه عبده إله مركز؟ دريت بكل شيء، من الاجتماعات والانتخابات واللي بعدها. معناها دريان إنه صهرك هلا ما بيرضى تصير مشاكل بحارته، قدام الحكومة هو مسؤول عن الحارة. وهي تركنا له الحارة باللي فيها، وعلى إيدك وإيدهم باع بيت المرحوم. ودكان حمام الإيشاني؟ الدكان لبشير، حصة بشير. يعني أخي فيني أفتح الدكان؟ أي طبعاً فيك، مين مانعك؟ الدكان دكانتك. وأنت شو بدك تشتغل؟ لا أنا هلأ بدي أرتاح شوي. نزير؟ دريت إنه بنت خالتك؟ إيه دريت، وبالناقص منها ومن شوفتها. بس سهيلة الله يسلمها قال أنا بستنى ابن خالتي بشير وما برضى بحدا غيره. مشان هيك بدنا نخطب له إياها اليوم قبل بكرة. بس أخي ما بتزعل لأنه يعني؟ لا لا، معقول؟ معقول انجازي المخلوقة مشان ذنب اختها؟ لا هذا الكلام الله ما قاله. خلاص بكرة انا واختك وصهرك بنروح بنخطب لك سهيلة بنت خالتك. تسلم لي يا حق على الكلام الحلو لك، تسلم لي الله يكملك بعقلك.
أخي، مشان الله، مشان أخوك ومشانك، بكفي بكفي يا نزير، بعيد عن بيت الأناديلي، ولك ما شفنا من وراهم غير المصايب. وأنا بعيد عنهم كتير، بعيد عنهم وبعيد عن غيرهم، ما حدا حيشوفني ولا حدا حيدرى فيه. البعد عن الناس غنيمة يا عايدة. ايه وبعدين؟ ايه بس قبل ما ينتقل من خالتي لطفي باع كل البيوت وكرى كل الاوض والدكاكين والبيوت وخلاني هون كشاش دبان وناطرجي ومسند حيطان. الله عليك يا ابو نعيم، انه منين بيطلع معك هالكلام الحلو؟ من اكل السكر نبات الله وكيلك. الله يسلم الايدين. الله يحفظك. الحق على ابو عنايه يلي حرمنا من الاعداد الحلوه كل هالسنين. ليش انا كنت فاضيلكم سيد راسي؟ وبايش كنتوا مشغولين سيدو؟ شوارعي. حلوه دخلك شو هالوظيفه هي؟ اجلك الله، كنت شوارعي مع حمار، بعدين ترقيت وصرت على عرباية دفش، يعني متعيش. نعمة لك سيفه، المهم لقمة شريفة. شريفة وخفيفة، وربك ساترها لك أبو عزو. الحاصلة، قدريت إنه أولاد أبو الورد طلعوا من الحبس؟ قدريت، لكن ما دريت، لكن علي ما علي يا سيفه. لو شفت من واحد منهم زاحلي، أو اعتدوا على واحد من العيلة، أو داسوا على طرفه، للحقهم بأبوهم ونسيهم الحليب اللي رضعوه. اسكت لك أبو عزو، أنتم كويتون من الفرنساوي ونحن كمان. خير، رح يكون شهيد؟ أختي يا أبو عزو الوحيدة من أهلي اللي ما كملت شهر بجوازتها، صهري طالع بمظاهرة مع الشباب، قوصوا عليهم، انجرحوا 5 شباب وهو الوحيد اللي راح فيها. رحمة الله عليه وعلى كل الشهداء أجمعين. إمتى هي لك سيفه؟ يعني قريب 13 سنة، المسكينة ما تهنيت. إيه، ما جاها نصيبة بعدين؟ جاها كتير، بس كانت تقول لا، حافظة ذكرى المرحوم. بعدين صار اللي يجيوها مو قد المستوى، شي أصغر منها وشي أكبر منها وشي طمعان بوظيفتها ومعاشها، بعدين هي عافت نفسها. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، يا ما بها الدنيا في مظاليم. أخي استدليت على دكانة لطفي الجديدة؟ هي اللي بسنجدة. عمران المسكاوي يا أبي، يعني ببالي نكري عيلة صغيرة. شبو عمران المسكاوي؟ يا أبي نحن بعدنا عن الحارة كلها، بتقوم أنت بتجيب ناس من طرف الحارة بتحطهم فوق دكانتك، وبدك تكري عمران المسكاوي الملحق اللي فوق البيت كمان. يا عناية، نحن بعدنا عن الحارة من شان بيت أبو الورد من ناح وبيت الأناديلي من ناح تاني، بس نحن ما نكرهانين الحارة وأهل الحارة. على كل حال يا بنتي، الرأي الأول والأخير إلك، ما بدك ما بجيب له سيرة منه. يعني أنت قلت له أنه عندي ملحق وبدي أكري؟ بعد ما شافوا مكتب السيد كمال وعجبهم، قال لي عمران، عمي أبو عنايات أنا حابب أترك الأوضة اللي ساكن فيها واستأجر بيت صغير من بابه، إذا ذكر لك شيء قدامك بتعمل معي معروف. قلت له على عيني، هاي هي كل القصة. أنت حابب تكري لعمران؟ بدك الصحيح، حابب. ما راح نفكري لسه إنه أنا اللي خليته هجن الحارة يوم كنت عم نفذ كلام صبري أبو الورد. بعدين عمران شب بنشد في الظهر، معبي تيابه، طلع على الغوطة مع السوار وهو ابن 15 سنة، ووقف مع أولاد الأناديلي، وفوق كل هاد صار محامي. هلأ عمران المسكاوي صار محامي؟ يعني أخذ الشهادة وقال لسه قدامه تمرين وما بعرف شو. خلاص يا بي، إذا حابب تكري لعمران نكري، أنا مالي كلام. شوفي يا عناية، أنا كاتب لك هذا البيت والبيت اللي فوق وحصة التنور أبو عجاج باسمي. يا بي مشان الله لا تكمل، هلأ ذهبات مروان ولا ذهبات شوكت بدون يخلوني اطلع عن طوعة. الله يطول بعمرك، وطول ما أنت موجود أنا مالي كلام.
خلص ما رح أجر عمران. لا يا أبي أجره تتونس فيه، يعني بضل من ريحة الحارة، الحارة اللي حرمونا منها أولاد أبو الورد، الله يحرمهم راحة البال. أجروا العمران المسكاوي لأنه كان عدوهم، وكل عدوين أولاد أبو الورد أصحابنا يا أبي. شاي خمير يا فوزي. معناها كنت محبوس بمهمة. طبعا، وانت ساعدتني فيها. جميل، قلت انك ورا جميل. شو كان بدك منه؟ شو عامل؟ مو المفروض تعرف يا نزير. ايه شو عليه؟ معناها انت عتيق، عتيق كتير. معلوم، اللي بشغلنا لازم يكون متفضي عن الجميع، عن القبضايات والزعران والسياسيين والضباط كمان. نحن يا نزير منقعد بعيد بالقرنه، لكن ما في شيء بيصير بدون ما ندرى فيه، وامرار كتير بدون ما يكون إلنا يد فيه. يعني دوله لحالكم؟ يعني شيء من هاد. ما بتقدر تخوفني يا هشام، وكلامك هاد ما بيخليني اقتنع اشتغل معكم. يسلموا. تعرف يا نزير، الرئيس بهجت اللي شفته، لو تعرف الحياة يا قديش مسم لهربت من الديرة كلها. ولما حكيت له عنك بيومين قدر يعرف عنك كل شيء وعن المرحوم الوالد. شو وصلوا لأبي؟ شغلته يوصل لوين ما كان. تعرف شو طلع معه؟ طلع معه ورقة صغيرة كتير كتبها بشكل تقرير رئيس دورية فرنساوية عن مصادرة سلاح من سوق حمام الإشاني. بس يا رقيب إشان، بس من فضلك. وفيها اسم يلي انقتل. ايه شو يعني؟ وباخرها اسم يلي بلغ واقتراح بمكافأة له. رقيب هشام، تعرف اذا حدا بالظاهر؟ لسه ما عرفت مع مين عالآن. خلص خلص عرفت. بتعرف شو يعني انه توصل هالورقة لايد الصحفي ماجد الأناديلي؟ انا بأمركم، بس قلي شو المطلوب مني. تصور يا نزير، بكره يصير بين ايديك وراه عن فلان وغلطان وعلاك البان. الرئيس بهجت بده اياك عنده، وقتها يا لطيف شو رح يصير بين ايديك وراه. فهمت؟ شوفي يا سهام، التجربه اللي مريتي فيها يفترض دائما تكون حاضره بذهنك. وما رح انساها يا اخي، لانه قسوتها ما رح تنمحى من عقلي ابدا. فيك تطمن من هالناحيه مجد. لذلك ولأنك عاقلة، مو من حق حدا أبداً يقول لك اعملي هيك ولا تعملي هيك بلهجة الأمر. بس أنا ما قصدت هالسوء. أنا هيك فهمت من كلامك. لا، بس أنا قصدي بعد اللي صار معي، عزو صار كتير بيتحسس لما بيشوفني مع حدا. بالأول كان يتحسس من إحسان، بعدين إحسان خطب وتجوز، هلأ صار عم يشوفني واقفة كتير بالكلية مع الأولى. وانا لو كنت بداله يا انسه سيام كنت بتضايق. حاجه رح يفرط. شلون بتجنني بتجنني اصلا عملتيها. شوفي اخي بشرتي، اخوكي اعقل واحد بالدنيا. شو قصة عزو؟ عزو عزو حيرني بسكوته، ولما بيحكي بيحيرني اكثر. شو بدنا بهالسيره؟ يلا قوموا نمشي، ماما عم تنتظرنا، واكيد الضيوف وصلوا لبيت عمو نادر. تفضلوا. نزير مساء الخير صهري. اهلا وسهلا، تفضل. اهلين نزير، شو المفاجاه الحلوه؟ اشتقت لكم واشتقت لسامي. يي لو مسبق شوي، هلا غفي. فوت تفضل. اختي بدي من تحت دياتك فنجان قهوه. اي مو على عيني. فضل فضل. أهلا وسهلا صهري، عاوزك بشغلة. قلت في شي من وراء هالجاية؟ على العموم أنا تحت أمرك. يا صهري، أنت جوز أختي الوحيدة، يعني أنت ملزوم فيي مثل ما أنا ملزوم فيك. خير؟ يعني عامل شي هلا؟ الله وكيلك ماني عامل شي، بس بدي أسألك، أنت صحبة مع وزير الدفاع أو رئيس الوزارة؟ أوف 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 أوف، وليش هالسؤال؟ أبو سامي،
أنا بعرف إنه جماعة ممنونين منك كتير بعد البالوتاج. إيه مزبوط. وأنا طلبي عندهم، وبالذات عند وزير الدفاع. وشو طلبك؟ ورقة صغيرة موجودة عند الرئيس بهجة رماح بالشعب الثاني. وشو هالورقة يا نزير بيك؟ ورقة بتقول إنه عمك أبو مرتك هو اللي سلم منير الأناديلي للفرنساوي وقبض الثمن. يا لهوي تعبوني. خلاص خلاص كسر الشر كسر الشر لميون. بعدين شو عم تحكي أنت؟ منين جايب هالأخبار اللي بتسمي البدان؟ طول عمري بقول لك يا عبدو بيك إنه لا أنت ولا أنا ولا ابني ولا ابنك كلياتنا ما رح نقدر نعيش إذا كان أبي عمك بنظر العالم خاين. بس ليكك عم تقول إنه في مستندات تثبت هالشيء؟ يعني أبوك المرحوم كان عميل وهو اللي سلم منير الأناديلي، غلط شيء؟ إذا بنوصل للورقة بيصير غلط وبيضل كلام بالكلام، وأنت ما حدا بيهدد مستقبلك. أنت هلأ يا صهري وجيه الحارة وشوفت عينك شو عم يعلى مركزك. بكرة إذا حدا عارف بهالورقة ما بيعود حدا بيرمي عليك السلام. ابنك بالمدارس ما حدا بيقعد بجنبه. قولي على حظي ولي على قلبي عليك. بس بقى بس بقى قلت لي الورقة موجودة عند رئيس بالشعب الثاني؟ ايه مع أدباره كاملة. اسمع يا نزير، أنا مو من شانك أبداً، من شان المسكينة هي. وابني ابن الزيات، معروفين مين أجداده، والناس بتتشرف تقعد جنبه مين ما كانوا أخواله. مع ذلك أنا راح أشوف وزير الدفاع واسعى أجيب لك ورقة. سلمني إياها وبكون خادم إلك طول العمر. غلطك يا نادر إنك تصرفت من ذاتك، والأهم إنك بعدت عنها بهالسنتين. هو صحيح ما في عذر، بس مدرستي صار والبيت الجديد والشغل. لا أبداً مو هذا السبب، سبب قديم من وقت اللي كنت تجي على المقر القديم بصاق الحطاب شارع خالد بن الوليد. يا أبو زهير أنا كان بكفيني اللي عم شوفه واسمعه بالعدلية من أخذ وعطى. قول إنك تحاسب حالك مع اللواءيين. لا يا أبو زهير، صحيح أنا كنت أتردد على بيت السبكي، بس مو لأني كنت منتسب لشلة قد ما كنت مؤمن بفكر. بعدين أنا شاركت بالتوحيد اللي صار السنة الماضية. بس ما حضرت التأسيس. قلت لك يا أبو زهير أنا موقفي واضح، وبتعرف إنه كان في ناس بيغلبوا القومية وناس بالعكس. أنا مع التلازم النضالين. ورح نشوفك الأربعاء الجاية؟ من كل بد. خضرة وطرية سباني. معك كزبرة يا أخي. معي كزبرة، معي بقدونس، معي نعنع، معي فجل، معي خس. إلي كان طالع لي جرستين كزبرة وعشر جرس سباني. مو على عيني يا خانو. خضرة وطرية سباني. خضرة وطرية سباني. خضرة وطرية سباني. والله شيء رائع، إن شاء الله ألف مبروك. إن شاء الله ألف مبروك ومنه لأحسن، بس بنفس الشارع حتى ما تبعدوا عنا. الله يبارك فيكم ويسلم إيديك يا أبو عنايات. يعني الأولاد ما أعطونا يا بهالإجرة. العم لطفي يا أستاذ نادر، من طيبين الحارة. إيه والله والنعم. الله يعلم يا أستاذ نادر إنه هالتنين اللي شهدوا فيه أنا مقاسيهم بزماني، بس غصبا عني ما
ما بيحكوا عني بالمنيح. لا يا ابو عنايات، الاصيل بيضلوا اصيل، والذهب مهما انطمر فرك صغيره بجوهر. الله يقدرنا ونخدم الاساتذه بعيوننا. شلون ست عنايات؟ تدعي بالسلامه وبتسلم على الجميع. امانه سلمنا عليها. بيوصل يا ابني بيوصل. استاذ عمران يا ريت تجي لعندي على الدكان تحت قبل المغرب، عاوزك. تفضلوا سيدي، تفضلوا شاركونا القهوة سيدي. السلام عليكم. احترامي سيدي. أهلين، كيف أهودكم سيدي؟ قهوة وسط. قهوة وسط حضرة مقدم يا ابني. بعدك بالآبون يا رئيس أول فارس؟ تمام سيدي، بفوج المدرعات. يمكن أنت ترفعت بالنشرة الأخيرة. لا سيدي، أنا ترفعت بالنشرة اللي قبلها. سعد لي اوقاتك وعزوم. اهلين استاذ عزوم. لا هذا كلام ناس مرائين. ليلي شو مزعج ست الكل؟ انت اذا الواحد بده ينقهر بينقهر من مين؟ من الناس اللي بيحبهم وبيعزهم. شو ما كان حقك علي، بس قولي لي شو ذنبي وانا مستعد اتاسف لك وبوس راسي. ما بسمع منك الا الكلام، وبكره لما بدك تصير محامي بده يكتر كلامك اكثر. ام عزوم بالعربي شو مزعلك؟ قلت لحالك شي مرة على المرة المسكينة يلي قاعدة بهالبيت بتطق روحها بضيق خلقها. انت وعندك الجامعة والدكان واختك وعندها جوزها وبنتها الله يسلمها، انا شو في عندي غير هالحيطان؟ ولي حقك علي، والله حقك علي. هاي بوس راسي. بشو مأذنب حتى عم تراضي امك؟ ذنب كبير يا اختي. خلاص معزو، الليلة سهرتك عند مرت عمي امتسال. صحيح تقبرني؟ صحيح يا عزو رح تاخذني زيارة؟ يا الله يا الله على الدنيا. يظهر انه الواحد كان كتير مشغول حتى نسي انه ست الحناين دايق لها. والله معها حق، كمان سهرك صاير ما بيحب الحركة، بيرجع من الدكان بيحط السيرة وبيقعد وبيقرأ لحتى ينعس. خلينا نروح نسهر عند مرت عمه، والله اشتقت له واشتقت لسهام وفداء. ولا يهمكم، على المغرب باخذ لكم عرباي ومنروح لعندهم. ومعزو أنا متكفل بكل روحاتك من يوم ورايح على الحميدية وعن بيت عمي وحتى على السينما. يو سينما؟ شو هذا؟ يو يسعدك يا عزو، سينما؟ سينما حرام يا أخي. ومين أفتالك أختي؟ بس ما يكون عماد. اضرب عليه، طلع من السجن مكسورة نفسه ما عارفان كيف بده يوقف على رجليه من جديد. مصفحات ولا دبابات؟ هو تشكيل من مصفحات مارمون الإنجليزية تابع للواء الأول. أكيد عم تسمعوا يلي عم بيصير بفلسطين. ما عم يسمع سيدي، بس المشكلة ما حدا حاسس بأنه لازم أصلح جديد. السياسيين كان من رأيهم لما صار الجلاء أنه سوريا منا محتاجة إلا لقوة أمن داخلي بس، أما جيش نظامي ما له لزوم، ما حدا داير باله هيك شيء. ما هو السياسيين بدوروا على مصالحهم سيدي، يعني الموالين بالشام والمعارضة بحلب، الخلاف بيناتهم أساسه التجارة والمصلحة. عم بتتابع يا فارس، مانك عسكري وبس. كلاتنا لازم نتابع سيدي، كلاتنا. بالمناسبة أنا كنت عم بقرأ مقال الشاب ماجد لنديلي، هذا جارنا، كلامه جريء وما في وراء لا مصلحة ولا خوف. الشاب مكتفي والصحافي مو مهنته، عنده مكتبة وسنة الجاي بيتخرج وبيصير محامي. هو من عيلة وطنية ومانه متحزن. قلت لي أبوه شهيد؟ المرحوم أبوه كان من رفقاتنا بالغوطة، هو والمحامي نادر مقصود والشاب عمران مسكابي. نادر مقصود؟ نادر مقصود أنا سمعان بالاسم هذا من صهري تيسير جمعان. تيسير الجمعان صهرك؟ هذا من رفقاتنا كمان
وقال لي نادر مقصود انه سكن قريب منه بالحاره. مزبوط سيدي. يا فارس بدي اسالك، انت قريب من تيسير بخط السياسي؟ بصراحه سيدي في كثير شغلات تعجبني باللي بيقوله البعث العربي، بس انا مالي منتمي. على كل يا فارس خلينا نشوفك، سلم لي على صهرك تيسير وقول له خليه يعمل لنا شيء قعده وتكون انت معنا. يلا السلام عليكم. مع السلامه سيدي. سلام. تفضل يا استاذ عمران، تفضل. هاي طلبك اوضتين ونافعون. بس هدول بحاره غاليه يا ابو عنايه. المهم يعجبوك، تفتل فيهن، تفقدهن. تفضل. قعدة حلوة وما ظنيت انها تصير لي واسكن فيها، بس قديش اجرته؟ تعال تعال ننزل هلا. أنا يا عناية مع ضيوف. تفضلوا يا أبي. يلا يلا تفضل يا أستاذ عمران، تفضل. يلا أهلا وسهلا فيك، البيت بيتك. يسلم البيت وأصحابه. يلا يا سيدي، ما دام البيت عجبك تقدر تجيب أغراضك عليه إمتى ما حبيت، وهي المفتاح. عمي أبو عنايات أنا ماني قد هالبيت. بتدفع يلي بتقدر عليه. خاف يكون البيت إلك. صدق لبنتي عنايات. لا لا يا أبو عنايات، أنا ماني طمعان بهيك حارة ولا بهيك سكنة. أنا يا دوب عامل بمطبعة. هلا يا ابني البيت وعجبك ونحنا بدنا نكري، ما كان إلك لغيرك، بقى شو اللي مضايقك؟ عمي أبو عنايات أنا ما بقبل أبداً إني استغل المعرفة وعشرة الحارة القديمة حتى أستأجر منك هيك بيت أنا ماني قد إجرته. يا سيدي نحن ما رح نعطيك يا ببلاش، هذا البيت بعشرين ورقة سوري بالشهر، تدفع ولا ما بتقدر؟ بس يا أبو عناية هذا البيت بيستاهل أكتر من هيك. يا ابني هات عشرين ورقة ولا توجع لي راسي. واللي ما معه غير نصهم من هون لآخر الجمعة بتجيب نصهم الثاني، وما بفوت غرض على البيت إلا وإجرة الشهر واصلي. ممنونك ممنونك يا أبو عنايات، أنا طول عمري بعرف إنك ابن حارة. تفضل. إيه شو بدي أقول أنا عنك لكان؟ أنت يا أستاذ عمران شغيل وكسيب من صغرك،
وعم تدرس، وفوق كل هاد حملت سلاح وحاربت الفرنساوي ورجعت نلغوطة لتشتغل وتقرأ وتصير محامي. انت يا ابني الأصيل، انت الوطني الشريف، انتو الأصل والبركة. أنا ما عملت أكثر من واجبي. إيه جاي جاي، عن إذنك أستاذ. تفضل. يا بي، قلو للأستاذ إنه الملحق بيته ونحن أهله وأنا مثل أخته، وإنه شو ما عملوا الناس اللي مثلنا ما بيكافوا الناس الوطنية اللي مثله. إيه روحي هلأ روحي. تفضل يا أستاذ. يسلموا الإيدين. ها وهي سمعت بإذنك. قلت لك يا عمي أبو عناية، أنتوا أهل الحارة القديمة، أنتوا الأصل والبركة. يي يا بيت، أهلا وسهلا بهالطلة. بالمأهل يا أم ماجد، والله مشتاقت لك من كل قلبي، ما بشوف حالي إلا فائدت لك. إيه خلص يميني بعظيم، إلا تزوري عندي ومانك طالعة من هون. أهلا سهومة. أنا بدون ماما شلمتي تدبر منيرة؟ ومن زورك أنت ومنيرة وأبو منيرة وخال منيرة. يا ميت أهلا وسهلا بهالطلة. تقبر قلبي إن شاء الله. أهلا سهامو. أنور البيت. شلونك؟ نطف قلبي عليكم من قد ما اشتقت لكم. تفضلي تفضلي فاطمة، عدي وإيميلي هالملايين على راسك. شو إيه سهومة حبيبتي، ليش تقلاني علينا؟ نحن بنعرف الأسباب. شو سهام، نقولها ولا ما نقولها؟ نقولها ولا ما نقولها؟ صاير بتنكد كمان؟ والله العظيم والله العظيم، بكل الكلية والجامعة والشام ما في مثلك يا ابن عمي، والله لقلو. شفت يا عزو على سهامه هذا اللبناني؟ قال شو تركت الدنيا كلها وعزمته لعنا هو وقطيطه يتغدوا، وانا تلبكت كتير، شلون بدي اقعد مع واحد لبناني واحكي معه واسمه نقوله كمان؟ دبريني يا فطينة. عزمتيه على البيت؟ ايه هو عزم حاله، قال بده يدوق عروسته الطبخ الشامي، ما لقى غير ام سهام. شفتوا اوقح من الاولى؟ يو على هالسمعة، واحد بيعزم حاله وبيعزم عروسته معه وعلى بيت ناس ما بيعرفهم ومن بلد لبلد، شو جاب لبناني عالشامي؟ رفيقة هاد بالجامعة. يو بعدين شو بيروت لحشة حجر. هاتي هاتي ناوليني منيرة، تقبر قلبي ان شاء الله. هاتي اشوفها. الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. بس بدي افهم منين جايبه كل هالحلاوه؟ إلها احلى ستين واحلى جدين، ايش لو ما بتطلع حلوه؟ وامها مالها حسب حلاوه عماده؟ علقتي عماده مع مين؟ مع وحده ظالمه مثل اميمه. يعني شو سماويه؟ اصلا ليش عم تبعده؟ اساسا البنت طالعه لعمتها. ليكو فحضرت القهوه ودق على ماجد. ايه تسلمي لي، خلينا نعمل الجمعه هون. بس والله ما لكم حق، كان لازم تقولوا لابو عزه وتجيبوه معكم. صحيح، شلون تاهت عني هاي؟ عود ابو عزوب، عود، ما في داعي تقوم. انا قمت حتى امشي ولا حتى اعود. ايه ما بدك تسمع مني بالاول؟ شو بدي اسمع؟ بدك تسمع انه انا متاسف كثير على اللي صار، لانه لا بيرضي الله ولا ملائكته ولا عبيده، وانا محوق لك، واللي بتحكم فيه انا رضيانه. يا ابو عزو، انا ضمنان انه بشير عم يحكي من قلبه. بشير هلا غير اول، صار صاحب دين وكرهان كل القصه القديمه. ايه والله يا ابو عزو، ايه والله، متمني من الله سبحانه وتعالى يتوب علي ويقبل مني، وانا جاي خصوصي حتى استسمحك. لا يا بشير، انا بالسابق مديت ايدي لابوك ولاخوك، بس ما كنت عرفان انه لما كانوا عم يمدوا ايديهم كانت خناجرهم ورا ظهرهم. معذور يا ابو عزو معذور، على كلين انا قلت اللي بقلبي، والايام تكشف صدقي من كذبي، وانا حبيت اجي الليله لانه بكره بدي افتح الدكان. يا ابو عزو صدقني انه بشير هلا غير اول وغير نزير. ايه سيدي سمعان في شلون الملف؟ حضرة العقيد رئيس الاركان. حاضر سيدي، خلال نص ساعة سيدي راح ابعته مع الرقيب هشام مرجان.
احترام سيدي. صدفة انه حضرة العقيد رئيس الاركان يطلب كل شيء عنا معلومات عن شخص اسمه صبري ابو الورد. شلون سيدي؟ صبري ابو الورد؟ هشام نزير ابو الورد بيعرف كل شيء عن الملف. سيدي انا كنت عم رتبه. عم ترتبه؟ غبي بليد. انا دبرك. خذ الورقه هي، نزل على السجلات وصور لي اياها بيئه التصوير وجيب لي اياها، بعدين تاخذ الملف كله لعند المقدم رئيس الشعب الثاني. ما بدي حدا بالدنيا يدرى، فهمت؟ حاضر سيدي. بتبقى على طول بلسم لحبابه.